الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شبابنا. واليوم نتكلم عن قضية أثارتها أسئلة الشباب، وهي الشباب والعادات والتقاليد. يسأل الشباب: هل العادات والتقاليد أمر موروث يجب الحفاظ عليه، أو أنها تتغير بتغيرات الجهات المختلفة، بتغير الزمان، بتغير المكان، بتغير الأحوال، وهكذا؟ وما موقف الشرع الشريف منها؟ وما موقف الشباب عندما يرفضها أو يحب أن يتمرد عليها؟ وما هو الثابت والمتغير في هذه العادات والتقاليد؟ أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أحد ابنيه الحسن أو الحسين وهو صغير، فدخل عليه الأقرع بن حابس، فتعجب الأقرع كيف يقبلون الأطفال، فقال: أتقبلون الأطفال؟ مستغربا متعجبا، لأن تقبيل الأطفال كان مخالفا للعادات التي نشأ عليها الأقرع بن حابس وهو من جهة الشرق. قال: نعم. قال: عندي أكثر من 10 أولاد ما قبلت واحدا منهم. وكأن فعل الأقرع يعني كأنه هو حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا قويا حازما، قال: وماذا أصنع إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم؟ إذن هذا الحديث يعطينا أن عادات أهل مكة وأهل المدينة بخلاف عادات بعض أهل البدو، فالعادات تختلف. وهذا يعطينا أيضا إجابة على السؤال الثاني، وهو: ما موقفنا من العادات والتقاليد؟ العادات والتقاليد قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعادات والتقاليد إذا كانت موافقة للإنسانية، موافقة للمبادئ التي وضعها الله سبحانه وتعالى، موافقة لسعادة الإنسان وراحته، نتبعها، ولا بأس من اتباعها مهما اختلفت. فإن العادات والتقاليد تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ما كان يعد عيبا في زمن معين لا يعد عيبا في زمن آخر أو في مكان آخر. كان عندنا هنا في مصر عادة تجري عليها العوايد، وهي أن المرأة كانت تخرج وهي ساترة لوجهها، وظل هذه العادة إلى أواسط عهد محمد علي، وحينئذ بدأت المرأة تتعلم الطب، وكان هناك نحو 60 بنت ذهبنا إلى دار التمريض العالي لتعلم الطب. فاضطررنا بموجب المهنة أن تكشف المرأة وجهها. بعد ذلك ما زالت الناس كلها مغطية وشها. ده ليس نوعا من الديانة، هذه عادات وتقاليد نشأوا عليه. ما زال إلى الآن في المملكة العربية السعودية المرأة تخجل أن تخرج بوجهها، حتى لو لم تكن متدينة بالمناسبة، لكن لا تستطيع أن تخالف هذه العادة الجارية. كذلك ظل هذا الحال في عموم الناس إلى أن خلعت المرأة النقاب من على وجهها في ثورة 1919. خرجت بنات مدرسة السنية كاشفات
عن وجوههم. وبدأ خلع النقاب، لكني أنا أدركت أمي وهي بتلبس حاجة على وشها اسمها البيشة، والبيشة دي كان غطاء كده يتحط على الوجه، ما تقدرش، هي مش حطاه لأن ده هيدخل الجنة أو هيدخل النار، لكن دي عادة أهل البلد، عادة النساء في هذا الوقت. وبعدين لما شاع في السيدات كشف الوجه شالت البيشة وبقت محجبة، لكن من غير البيشة دي اللي كانت بتحطها الستات على وشها. العادات والتقاليد منها ما هو يختلف باختلاف الزمان والمكان. أنا متذكر مثلا إنه عيب قوي في بولندا إنه إحنا بندوب السكر في الشاي إن المعلقة تخبط في الفنجان بتاع الشاي وتعمل صوت، عيب خالص، يعني كأني أهنت اللي أمامي لما أعمل كده. طب وإيه دي عادة يمكن الواحد ما يلتفتش إليها. وكان بعض البلاد لما يقدموا ذبيحة للضيف ينبغي على الضيف ألا يأكل من رأسها، يأكل من اللحمة ومن كلها ويسيب الرأس، الرأس مستوية وجاهزة للأكل وكل حاجة، أي عادات وتقاليد. وكان في بلاد تانية لازم تأكل من الرأس وإلا يبقى أنت ما أكرمتش المضيف بتاعك. سبحان الله، يعني عكس ما هو في البلاد الأولى. ولذلك نصه في الفقه إن القاضي لما ينزل بلد لازم يعرف العادات والتقاليد بتاعتنا. إذن إحنا العادات والتقاليد بتاعتنا ينبغي أن نلتزم بها على سبيل أنها من آداب اللياقة، من آداب اللباقة، من آداب الإتيكيت، من الآداب التي ينبغي أن يعني نعيش فيها، لأن كل مجتمع بشري له آداب. فترة الطفولة بتاعت الإنسان 15 سنة، وكمان القانون خلاها 18. ليه؟ وهي أطول فترة طفولة لأي حيوان له عمود فقري، يعني فقرات. فالحيوانات الفقرية لمدة الطفولة مش كده، بعد كده سنة سنتين ويعتمد على روحه، شهر شهرين يعتمد على روحه. طب مش معنى الإنسان؟ لأن الإنسان مطالب بمجموعة كبيرة جدا من الآداب. كل بيمينك، كل مما يليك، قول بسم الله، اغسل إيديك قبل الأكل، اغسل إيديك بعد الأكل، آداب كثيرة جدا. ودي هي حقيقة العادات والتقاليد. إذن الإجابة على السؤال نعم، العادات والتقاليد تختلف باختلاف الزمان، وتختلف باختلاف المكان، وتختلف باختلاف الأشخاص والمستويات. فما هو عيب في مكان ليس عيبا في مكان آخر، وعلى كل واحد فينا أن يتبع هذا العرف مجاملة، تأدبا وليس فرضا شرعيا. ولكن النصيحة الربانية إن إحنا ما نتمردش على العادات والتقاليد، وفي نفس الوقت هي ليست مقدسة، يمكن تغييرها وممكن الاتفاق على تغييرها، زي ما حصل في قضية الملابس عبر العصور. دخلت الصحابة فارس فصلوا في سراويلهم، لبسوا السراويل بتاع فارس، لما دخلوا مصر لبسوا الملابس المصرية، لما راحوا المغرب لبسوا الملابس التي في أي مكان كانت. الشرع له شروط، قضية العورات دي قضية تانية، ولكن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يسأل ويقول هل هناك ضرورة للفصل بين الحلال والحرام من ناحية والعادات والتقاليد من ناحية تانية؟ طبعا الأحكام الشرعية دي حاجة ربنا حطهم علشان يختبرنا بها، علشان نثبت عبوديتنا له، علشان قضية تانية خالص غير الحياة الدنيا، وهي أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة. ولذلك هناك فصل تام ما بين العادات والتقاليد
ممكن نأخذها وممكن نردها وما بين الحلال والحرام. عادات والتقاليد هتلاقيها موجودة في الأكل وفي الشرب وفي اللبس وفي الفرح وفي الطرح اللي هو الحزن. إزاي لما يموت عندنا شخص نقبل العزاء؟ نقبله فين؟ لما نقعد في العزاء نقرأ القرآن ولا ما نقرأش القرآن؟ هتلاقي جدا العادات والتقاليد مختلفة. إيه رأيك في رمضان؟ نقضيه إزاي؟ نصلي التراويح إزاي؟ نطبق الإسلام في حياتنا إزاي؟ ولذلك هناك مذاقات للتطبيق. هناك مذاق مصري، يعني الإسلام بالمصري. الإسلام بالمصري بنقول لما يحصل وفاة البيا في حياتك، طلع إن لنا ناس من تحت رجلينا بيقولك دي بدعة. إيه علاقة البقية، يعني الباقيات الصالحات التي كان يفعلها المتوفى تبقى في حياتك فتستمر على فعل الخير، تستمر على العمل الصالح الذي كان يقوم به رحمه الله تعالى. فيقول لك بدعة. طب فين البدعة في كده؟ البدعة إنما تكون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وليس من أحدث في أمرنا هذا شيئا هو منه. إسلامنا المصري هي حاجة لذيذة جدا وحاجة قوية جدا، وما تخليش الواحد تملي شاعر إنه هو فاسق وإنه هو منحرف. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.